الممثل التركي الشهير حليم السلطان إلى خشبة المسرح الوطني، ومن شخصية السلطان سليمان الذي عشقه وتعلق به الملايين حول العالم، يستعرض الفنان التركي خالد أرجانش مواهبه الموسيقية التي قد لا يعرفها الكثيرون، حيث سيحمل عند الساعة 8 من مساء اليوم حفلا غنائيا مقدما من خلاله مجموعة من الأغاني الإنجليزية والتركية الشهيرة، وترافقه أوركسترا السينما السيمفونية بقيادة المايسترو سردار يلشين، وذلك ضمن فعاليات مبيع الثقافة 11. وقبل بدء حفل التشكيل قامت هيئة البحرين للثقافة والآثار وجهة المنظمة بحفل خالد أرجانش مؤتمرا صحفيا جمع الإعلاميين لفتح باب الحوار بينهم وبين النجم التركي، الذي أعلن خلال حديثه عن راحته عند تواجده في البحرين وأثنى على مستوى التطور الثقافي الذي تشهده المملكة مع مرور الوقت. ويأتي حفل الفنان خالد أرجانش بعد نجاح حفل فرقة كلكلا كان يا مكان، والذي معهم طلق مهرجان ربيع الثقافة، حيث يتضمن 54 نشاطا ويستمر حتى 25 أبريل المقبل.